بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم دك عصابات الأسد بصواريخ نوعية. بسم الله والله أكبر. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لواء ثوار رقة الإسلامي، الله أكبر. ذكر الرتل القادم لواء 93 إلى الفرقة 17 بالرقة بصواريخ محلية الصنع 1/7/2013. الله أكبر والعزة لله. ما رميت إذ رميت لكن الله رمى. دور الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر. ما يا أخي ما. من راح؟ لله. الله أكبر. قوم الآن لواء ثوار الرقة الإسلامي بدك الرتل القادم 193 في باقي الرتل الذي أتى من اللواء 93 لمناصرة الفرقة 17 بالرقة. الله أكبر العزة لله. وين أبو سمك؟